السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اخلي الارقام في وورد واكسل عربي؟ دلوقتي انا لو جيت كتبت في الوورد الارقام 1 2 3 مثلا، هلاقي معروضة قدامي انجليزي، وكذلك في الاكسل. احيانا لما باجي اطبع الارقام ديت بكون عايز اطبعها بالطريقة العربي، مش بالطريقة الانجليزي. في طريقة بتخلينا نغير الارقام دي ونغير كل ارقام الجهاز، يعني نغير لغة الجهاز من الارقام العربي من الارقام الانجليزي للارقام العربي. الطريقة دي هي ان احنا بنروح على كنترول بانل، وبعدين نختار منها ريجن ولانجوج، وبعدين نعمل اديشنال سيتنج، ونختار ناشونال، ونختار من هنا الارقام العربي، نعمل ابلاي، اوكي اوكي، نقفل، نروح نلاقي الارقام بقت عربي، وهنا الارقام ايضا بقت عربي، وكل الارقام اللي هتتكتب في الجهاز بعد كده هتبقى عربي بما فيها الساعة والتاريخ واي حاجة انت بتستخدمها. الطريقة دي بتخلي كل الجهاز ارقامه عربي فعلا. وبكده نكون عرفنا ازاي نغير الارقام في وورد واكسل من انجليزي لعربي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.